ننتقل الآن إلى محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية للبرنامج نوفي. وفي ضوء التطورات الملموسة التي تمت في هذا المحور الهام، أدعو معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السادة أصحاب معالي الوزراء، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السادة شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية الدولية، السادة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على تشريفه بالحضور والرعاية لهذا الحدث الوطني الهام، وعلى جهوده ودعمه المستمر والكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة في إعداد هذا البرنامج الوطني، والذي يعتبر منهجاً ونموذجاً إقليمياً فاعلاً للتمويل الميسر والمحفز للتعامل مع انعقادات التكيف والتخفيف والصمود مع التغيرات المناخية. والشكر موصول أيضاً إلى كافة شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي. وإني لا أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بكل الشكر إلى مسؤول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد، الشريك المنسق لمحور الغذاء ببرنامج نوفي والشريك الرئيسي الداعم لنا في كثير من مشروعات التنمية الزراعية. كما أكرر كل الشكر للمنظمات والهيئات الإقليمية الدولية المعنية بالزراعة والغذاء على مشاركتهم الكريمة اليوم في فاعليات هذه المائدة، وعلى الدور الفعال في المساعدة بالخبرات الفنية للعمل على تطوير الأوراق المفاهيمية لمشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي للتوصل إلى تصورات نهائية لهذه المشروعات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تطبيقات الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات خاصة الخضراء، وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث يكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن. إضافة إلى أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء الأنظمة الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صمودا. هذا ونظرا لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية، لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ، بالإضافة إلى أنه يوفر العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، وتعتبر بلوعات الامتصاص ومعادلة هذه الكربونات. لذا فقد أولى برنامج نوفي أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاثة، عبر 9 مشروعات شملت 5 منها قطاع الزراعة استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية، مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً، وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل، من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير وإعداد كافة البيانات ذات الصلة، تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ. وقد خلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف، ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الشاملة الريفية الشاملة. ونتيجة لذلك فقد تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعهم في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل، بإجمالي استثمارات مستهدفة حوالي 3 مليار و400 مليون دولار، بلغ إجمالي ما تم حشده منها 1 مليار و700 مليون دولار حتى الآن، وذلك حسب ما عرض من معالي وزيرة التعاون الدولي.
كما يجرى حاليا قيام مجموعة العمل الوطنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيدا لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات. وختاما أيها السيدات والسادة، أكرر شكري وتقديري مرة أخرى للسيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ولفريق عمل وزارتها الموقرة وكل فريق العمل من وزارة الزراعة وكل من تداخل في هذا الجهد على العمل بكل جد ومسؤولية للتواصل إلى هذا الإنجاز الوطني الكبير في مجال حشد التمويل المستدام لمشروعات مصر الخضراء. كما أكرر الشكر لحضراتكم جميعاً على العمل الجاد والجهود القيمة من أجل إرساء العمل المؤسسي الوطني للحد من أثار التغيرات المناخية على كل المجالات الاقتصادية في مصر، خاصة محور الزراعة باعتباره المحور الرئيسي الداعم لمنظومة الأمن الغذائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.